وللمزيد من التفاصيل حول العلاقات المصرية الإماراتية ينضم إلينا الدكتور فرج عبد الله أستاذ الاقتصاد بجامعة قناة السويس. تحياتي لك دكتور فرج. وبعد التحية، العلاقات بين القاهرة وأبو ظبي تأتي انعكاسا للتوجهات الحكيمة لقيادتي البلدين، تتمثل في مواقف واضحة في مواجهة التحديات الإقليمية المرتبطة بإرساء السلام. كيف تقيم جهود البلدين في هذا الشأن؟ مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. أعتقد يعني المرحلة الحالية اللي بيمر بها الاقتصاد العالمي هي بتؤسس إلى مرحلة يعني حراك ومرحلة تعاون عربي كبير، خصوصا أنه الجانب المصري والإماراتي بيشهد يعني توأمة في العديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وده هينعكس بالتبعية على حجم الاستثمارات ما بين البلدين. نعم. ويمكن احنا شاهدنا مؤخرا في نهاية مايو الماضي توقيع شراكة ما بين مصر والإمارات والأردن بإجمالي استثمارات قد تصل إلى 10 مليارات دولار، بالإضافة طبعا إلى أنه الاستثمار الإماراتي في مصر يمكن زاد بنسبة 29% في السنة الأخيرة. ده إن دل فيدل على أن الجانبين بيخطوا خطوات جادة نحو تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بهدف يعني تعميق التعاون العربي من خلال دخول عدد من الأطراف العربية للدول العربية الشقيقة في إحداث عملية تنمية مستدامة لكافة الدول. نعم دكتور فرج، هناك رؤية مشتركة بين البلدين وهناك أيضا زيارات متبادلة تؤكد أهمية التنسيق حيال القضايا الرئيسة. ما أهمية هذا التنسيق والتشاور بشأن القضايا العربية الرئيسة مثل القضية الفلسطينية والأوضاع بالعراق وليبيا؟ فعلا هو الفترة الحالية العالم كله بيشهد نوعا من الحراك الغير مسبوق، وبالتالي الجانب العربي كان مهم جدا أنه مصر بتتحرك وبجانب الدول العربية لتوحيد موقفها تجاه الدول او القضايا الاقليميه والدوليه. ويمكن احنا شاهدنا الكلام ده في قمه جده للامن والتنميه، وشاهدناه في عدد من اللقاءات اللي يعني تزامن زياره رئيس دوله الامارات مع رئيس الدوله المصريه في فرنسا خلال الشهر اللي فات، وكمان توحيد الاتجاهات والرؤى العربية الموحدة تجاه القضايا الأساسية وطبعا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والوصول إلى حل جذري لتلك القضية، بالإضافة طبعا إلى التعزيز والتأكيد على سبل التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة والعمل على يعني صياغه رؤيه عربيه مشتركه تجاه عدد من القضايا الاقتصاديه، ويمكن يجي في مقدمتها قضيه التغيرات المناخيه وتاثيرها على الدول، بالاضافه طبعا الى الازمات الراهنه الخاصه بالارتفاع في مستويات اسعار النفط والطاقه والغذاء العالمي الى اخره من القضايا الدوليه الحاليه والراهنه اللي يمكن بتأثر بشكل كبير جدا على عدد من الدول ويمكن منها الدول العربية. دكتور فرج، رأينا في السابق الشراكات الاستراتيجية بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية، برأيك كيف يمكن أن تدعم تطلعات الشعبين الشقيقين نحو تحقيق التنمية المستدامة والتقدم والازدهار؟ في هذا الشأن خلينا نشير إلى نقطتين مهمين. الأولى هو لماذا الجانب المصري أو المناخ المصري يستهدف بشكل كبير الاستثمارات الخليجية؟ خلينا نقول أنه الارتفاع في المستوى العام للأسعار عالميا وخصوصا في الدول المتقدمة دعوة بشكل أساسي إلى تراجع العوائد الاستثمارية للفوائد المالية لهذه الدول، يعني دول الخليج بتستثمر في العديد من الدول العالم، وبالتالي استقرار بشكل كبير البيئة الاستثمارية في مصر دفع بشكل كبير دخول استثمارات خليجية كتير هنا في الدولة المصرية. الاتجاه الثاني هو تعزيز الشراكة في قطاعات ذات اهتمام مشترك ما بين الدول. هنلاقي انه قطاع اللوجستيات او النقل هيحظى باهتمام بالغ خلال الفترة اللي جاية، خصوصا انه
مصر دشنت يعني يمكن في تاريخها أكبر قاعدة أساسية من البنية التحتية، من مواني ومطارات إلى آخره، من البنى التحتية اللي ممكن تستقبل استثمارات كبيرة. بالإضافة طبعا إلى أنه القطاع الصناعي هيحظى بشكل كبير باهتمام مشترك ما بين الدول العربية ومصر، خصوصا في عدد من الصناعات كانت موجودة في أقاليم في العالم، وجراء جائحة كورونا أدرك العالم والشركات الدولية بالتأكيد دكتور ضرورة تنويع هذه الاستثمارات ودخولها الجانب المصري. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ الدكتور فارج عبد الله، أستاذ الاقتصاد بجامعة قناة السويس، شكرا جزيلا لك.